برجع بكمل الرسمة. تكون مسافة كويسة. أيوة هيك. هلا برجع الرموش. تحت من الخيط، مش فوق الخيط، تحت من الخيط. لازم أعرف وين عم بغز الإبرة، هي تحت من الخيط. حط هون. هاي آخر رمش هون، ضلها مفتوحة شوي لين. هلا من هون هي نعمل زي هيك، نحاول نعملها انه ما يأثر بالرمش. بعدين اذا بدنا نعبيه بنصير نعبي بين هاي الفراغات اللي هون، بنصير نعبي هون بهاي اللي احنا عملناها الفراغات. حد معين محل ما احنا راسمين ومحددين. الحاجب الحاجب زي ما هي هيك هيك بالمد، نطلعهم هيك.
شعره شعره إذا بيحتاج التعبئة. طبعا بنعبيهم بالفراغات اللي موجودة، طبعا بنعيد عليها بنعبيها، نحدد بس الحاجب زي هيك، بعدين نرجع بين هون الفتحات نعبيها. شغل كتير حلو وبده روقان، بتستمتعي فيه وبتنجزي قطع كتير حلو. نفس شبيه بالرسم، ولكن انتي عم تعمليه بالخيط نفس الاشي. شوفي كيف ماسكيتها الطارة كتير شادتها، بحيث بتساعدني هيك بالشغل ما بتغلب نهائيا فيها لما يكون الشغل مشدود على الطارة. شوفوا كيف انا عم بخفف بالتنقيط المسافات، مو زي هيك صار عندي اخف لانه طول الحاجب، طول الحاجب والخط عندي، بس يخلص عندي الخط بتوقف. هاي هيك خلص عندي الحاجب، طبعا برجع هيك أرجوع بشوف وين لازم أعبي، بعبيها وبمشي على نفس الخط ما ببعد نهائيا. شايفين كيف بصير تبين شوي شوي ملعلمة. هلا انا شوي البؤبؤ عندي مش واضح، البؤبؤ بجيب القلم
ناسي شوي، بحاول اني انا اعمل ليا للبوبو. دائرتين زي هيك برصاص. هلأ راح امشي انا عليهم بالرصاص. زي هيك بحيث انه ما يبين معي الرصاص دغري. هاي اذا كانت الرسمة معي شوي مش واضحة الخط، فانا بحاول اني انا اعمل ليا اوازن الشغلة وبعملها. وانا كمان بس تخلص بشوف الرمش هل تحتاج اني اعبيها زي ما عبيت هون نفس الاشي. هلا البؤبؤ العين بحاول اطلع هيك واجيبها هيك. هيك اوكي. طبعا من تحت الخيط وليس من فوق، يعني ما بركب على الخيط، يعني هيك اجي عليه للخيط اخيطه. من تحت الخيط يعني تحت هاي هيك هون، شايفين كيف بفوت الابرة؟ حدها بتكون جنبها كتير. إذا تكون كتير هيك قريبة ومنيحة.